ما هي قناة السويس؟ قناة السويس هي قناة مائية طويلة ومفتوحة، اكتملت أعمال إنشائها سنة 1869، وهي مجرى مائي يصل البحر الأحمر بالبحر الأبيض المتوسط. وتمتد هذه القناة من الشمال إلى الجنوب مرورا ببرزخ السويس الواقع في الجمهورية العربية المصرية. كما تفصل قناة السويس بين قارتي آسيا وإفريقيا، وتتيح في الوقت ذاته المسافة الأقصر بين قارتي أوروبا والمناطق القريبة من حدود المحيط الهندي والمحيط الهادي، لكنها لا تتيح المسافة الأقصر عبر برزخ السويس الذي يبعد عن القناة المائية مسافة 121 كيلومتر. تمتد قناة السويس المائية من الجانب الشمالي عند المدينة المصرية الساحلية بورسعيد، والجهة الجنوبية عند مدينة السويس، وعلى الحدود مع دلتا نهر النيل المنخفضة من الجهة الغربية وشبه جزيرة سيناء العليا من الجانب الشرقي، وتمر بعدد من البحيرات وهي بحيرة المنزلة وبحيرة التمساح والبحيرات المرة العظمى والبحيرات المرة الصغرى. وتشتمل القناة بامتدادها على مسافات مستقيمة تقريبا، ويتخلل هذه المسافات 8 منحنيات رئيسية، فيما يلاحظ النمو السكاني في منطقة القناة في الوقت الحالي مقارنة بالفترة التي سبقت بناءها، حيث تزايد العدد تدريجيا بعد انتهاء عملية الإنشاء. فقد استقطبت القناة عددا كبيرا من السكان ودفعتهم إلى الاستقرار على ضفافها تحقيقا للمصالح الشخصية وتحسين الأوضاع المعيشية. تتعدد الآراء حول سبب تسمية قناة السويس بهذا الاسم، إذ يرى البعض أن سبب التسمية يعود إلى مدينة السويس، في حين يرى آخرون أن السبب وراء إطلاق هذا الاسم عليها هو أن عمليات الحفر التي قامت لإنشائها بدأت من مدينة السويس. إلا أن الصواب هو أن القناة قد سميت بذلك نسبة إلى برزخ السويس الذي تجتازه. تعتبر قناة السويس المائية ذات أهمية اقتصادية كبيرة، فقد ساهمت في تسهيل عمليات نقل وشحن المواد والبضائع والمنتجات بين دول الشرق الأقصى والشرق الأوسط والقارتين الإفريقية والأوروبية، وذلك من خلال خلق وإتاحة طريق أقصر وأسهل للشحن والنقل، مما أدى إلى انخفاض كبير وملحوظ في التكاليف المالية المادية والوقت اللازم لهاتين العمليتين، بالإضافة إلى ما ساهمت به القناة المائية من خفض وتقليل من حركة النقل البحري على مستوى العالم، فهي تساهم في نحو ما نسبته 8% من إجمالي حركات الشحن العالمية. وتنعكس أهمية القناة على كل من الجمهورية الفرنسية والمصرية، وذلك من خلال الإيرادات والعائدات الكبيرة التي يتم تحصيلها من الدول والشركات والجهات الناقلة للبضائع والمنتجات والمواد عبر السفن والعبارات المارة من قناة السويس المائية إلى مختلف دول العالم. استكملت أعمال بناء قناة السويس سنة 1869، لكن ذلك لم يكن التخطيط الأول لإنشاء القناة، فقد قام الفرعون سنوسرت الثالث في القرن التاسع عشر قبل الميلاد بحفر قنوات عبر فروع نهر النيل، وصل من خلالها بين البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر، واستمر عدد من الملوك الفراعنة والرومان في وقت لاحق في أعمال فتح القنوات، وتمثلت أولى المحاولات الحديثة لفتح قناة مائية مع وجود القائد العسكري الفرنسي نابليون بونابرت، حيث قدم إلى الجمهورية العربية الصحراء المصرية خلال نهاية القرن الثامن عشر ميلادي لاكتشاف تلك الأراضي، فرأى إمكانية بناء قناة مائية. لم تتوقف محاولات إنشاء قناة السويس المائية عند القائد نابليون بونابرت فحسب، بل أقنع المهندس الفرنسي فرديناند ديليسباس 1854 والي مصر آنذاك سعيد باشا بإنشاء قناة السويس، وأنشأ على إثر ذلك شركة قناة السويس سنة 1885، وهي الجهة المسؤولة عن بناء القناة المائية. وبدأت الشركة بأعمال إنشاء القناة في شهر جوان من سنة 1859، واستمرت حتى شهر تشرين الثاني من سنة 1869. يعتبر القرار التاريخي الذي أصدره الرئيس المصري السابق جمال عبد الناصر في 26 من شهر تموز 1956 واحدا من المحطات الرئيسية المهمة التي شهدتها قناة السويس عبر تاريخها، حيث اقتضى هذا القرار تأميم شركة قناة السويس
أي نقل ملكية قطاع معين إلى ملكية الدولة التي كانت تحت السيطرة البريطانية والفرنسية، وتقديم تعويض اقتصادي مادي كامل لهذه الشركة. يبلغ طول قناة السويس التي تبدأ من مدينة بورسعيد وتنتهي في مدينة السويس 162.5 كيلومتر تقريبا، بينما يبلغ عرضها حوالي 300 متر. ومن الجدير بالذكر أن هذا العرض لا يعد كافيا لمرور سفينتين في الوقت ذاته، لذلك تضطر بعض السفن للانتظار لحين مرور السفن الأخرى عند التقائها. وفي المقابل تستطيع القناة استيعاب مرور السفن التي يبلغ ارتفاعها 19 مترا كحد أقصى. التفتت الشركة العالمية لقناة السويس بعد الانتهاء من حفر القناة وافتتاحها سنة 1869 إلى أن عمقها البالغ 8 أمتار ومساحة قطاعها المائي الذي يساوي 304 متر مربع لم يعدا يتناسبان مع حمولات السفن مع مرور الوقت، مما أظهر الحاجة للقيام ببعض عمليات التطوير التي وصل من خلالها غاطس السفن إلى 10.67 متر، كما بلغت مساحة القطاع المائي 1200 متر مربع، وذلك قبل تأميم القناة في عام 1956. شهد عام 1962 تطويرا جديدا للقناة أسفر عن رفع غاطس السفن إلى 11.6 متر وزيادة مساحة القطاع المائي إلى 1800 متر مربع، إذ جاء ذلك تماشيا مع التطور الصناعي الذي شهده قطاع السفن آنذاك. واستمرت المخططات التطويرية تباعا مرورا بمخطط عام 1966 الذي كان يهدف إلى رفع الغاطس إلى 14.6 متر ثم إلى 17.68 متر، إلا أن هذا المخطط لم يكتمل بسبب توقف الملاحة في القناة في ذلك الحين. ومع إعادة فتح القناة سنة 1957 ميلادي استؤنفت التطويرات ليصل الغاطس إلى 19 متر وتزداد مساحة القطاع المائي لتبلغ 4800 متر مربع سنة 2001. أما في سنة 2010 فقد وصل غاطس القناة إلى 20.12 مترا. في بداية تشغيل قناة السويس كانت السفن والناقلات تستغرق وقتا طويلا لعبور القناة، فلم تكن هناك إمكانية للعبور في الاتجاهين في الوقت نفسه، حيث كانت السفن القادمة من أحد الاتجاهات تستقر عند الخلجان الواسعة لتسمح بعبور السفن القادمة من الاتجاه الآخر. ومع بداية عمليات التوسعة للقناة بلغ متوسط وقت عبور الناقلات للقناة حوالي 40 ساعة، وبحلول سنة 1939 انخفض متوسط وقت العبور إلى حوالي 13 ساعة. ومع نمو حركة الناقلات في القناة زاد وقت العبور إلى 15 ساعة خلال سنة 1967، إلا أن عمليات التوسعة الجديدة ساهمت في خفض وقت العبور بحلول سنة 1975، حيث تراوح بين 11 ساعة و16 ساعة. ومع اعتماد نظام القوافل وبناء طرق جانبية للقناة والانتهاء من مشروع التوسعة الجديد، أصبحت الناقلات والسفن تعبر القناة دون توقف أو تأخير. تعد البحيرات المرة من أهم وأبرز المسطحات المائية العديدة التي تمتد على طول قناة السويس، إذ تشكل ما نسبته 85% من حجم المياه الكلي في القناة، بالرغم من أنها تغطي مساحة تبلغ نسبتها 24% فقط من طول القناة الإجمالي. وتكمن أهمية هذه البحيرات في موقعها الذي يجعل منها النقطة التي تستطيع فيها السفن تحويل مساراتها قبل الانتقال إلى مدينة بورسعيد شمالا أو ميناء السويس جنوبا، بالإضافة إلى أنها توفر مرفأ لبعض السفن التي تستغرق رحلتها 14 ساعة لاجتياز القناة. تساهم قناة السويس بشكل كبير في اقتصاد دولة مصر، فهي تلعب دورا مهما في زيادة الدخل القومي لها، وذلك من خلال مصدرين رئيسيين، إذ يتمثل المصدر الأول في الرسوم التي تؤخذ مقابل عبور السفن من هذه القناة المائية، أو الإيرادات التي تقدمها شركة قناة السويس البحرية للدولة. أما مصدر الدخل الآخر الذي تشكله القناة فيتمثل في المبالغ المالية التي ينفقها ركاب السفن العابرة أثناء فترات التوقف القصيرة في أي من الموانئ المائية الموجودة على طول القناة.
وذلك لقاء حصولهم على بعض الخدمات والبضائع. تشكل قناة السويس نسبة كبيرة من الإيرادات المالية لحكومة دولة مصر، فقد بلغ حجم إيرادات القناة خلال شهر ديسمبر من سنة 2019 قرابة 500 مليون دولار أمريكي، في حين ارتفع في شهر جانفي سنة 2020 ليصل إلى ما يقارب 520 مليون دولار أمريكي.